أكبر الله أكبر ولله الحمد. ها هي أولى قوافل الحجاج متعجلين تصل إلى المدينة المنورة، وتعلو وجوههم البسمة والرضا، وتبلغ تكبيراتهم عنان السماء، فرحين بما آتاهم الله بأن أتموا مناسك فريضة الحج بالمشاعر المقدسة بيسر وسلام وأمان. شكرا لحكومة السعودية، عشان أنا أشعر في الحج يعني كله مريح يعني في نظام، والحمد لله بصحة والعافية، الطريق كله بالنظامية ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله حجنا حجا مبرور، وسعينا سعيا مذكور، وذنبنا ذنبا مغفور، وعملا صالحا مقبول. محطة الهجرة كانت هي محل استقبال ضيوف الرحمن بتواجد جميع الجهات الحكومية المعنية بالحج، حيث كان استقبال الحجاج بالحب والكرم والوفاء، وهم متجهين إلى المسجد النبوي للسلام على الرسول الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم كل الخير والجزاء على حسن ما يقدموه تجاه الحجيج، فحقيقة أنها خدمات رائعة مميزة جدا بنظري، إن كانت في غير هذه البلاد لا أحد يستطيع المقدر عليها. تتواصل مسيرة نجاح موسم الحج ككل عام، ورضا الحجاج وسعادتهم بالخدمات المقدمة لهم ترجموها بالدعوات الصادقة. سعود الحربي، الإخبارية، المدينة المنورة.